حسيت ان هذه فرصة لازم استغلها، وكان عندي طموح اني ان تكون لي بصمة، يعني شيء يذكر مع التاريخ مع الوقت مع الزمن. ما كانت عندي امكانيات الرسم، وصممت اني انزل السوق لحظة سريعة، صار عندي اندفاع قوي ورحت واشتريت، جهزت نفسي وسهرت ليلة كاملة على تصاميم. ما قال الشاعر: بيض صنايعنا، قدر مرابعنا، سود مواقعنا، عمر مواضينا. مرابع هي الأراضي الشاسعة، بيض صنايعنا يعني الصنايع هي عمل الإنسان، أعمال الخير تدل على أعمال الخير. حمر مواضينا، المواضي هي السيوف، وصف الشعر بالحمر اللي يكون مكسوة بالدماء بعد الانتصار على الأعداء. سود المواقع، المواقع هي تعني لما عند اشتداد الحروب ولما تظهر الغبار وأثار المعارك، معناتها هذا يدل على القوة. كل الألوان هي رمز للقوة وللخير والسلام وللشجاعة والتضحية. يوم إعلان الاتحاد، يوم رفع العلم، طبعاً كل الناس كانت متجهة يعني صوب العلم عشان فرحتها يعني بقيام الدولة ورفع أول علم دولة الأمم المتحدة. كنت أتمنى أن العلم هذا من تصميم، ووضع العلم في الصحف، فتأكدت أنه هو هذا التصميم اللي أنا صممته. شيخ زايد الله يرحمه اهتمامه أيضاً باختيار العلم للدولة كان مثل اهتمامه بقيام دولة الإمارات. كان عندي شعور فخر لما الشيخ زايد الله يرحمه رفع العلم بيده، كان شعوري يعني حقيقة ما يوصف، ما له وصف يعني حقيقة. أنا اعتبرته أكبر وسام يعني أنا حياتي. حب العلم هو من حب الوطن، ولحسن الحظ زاد الوعي عند مواطنينا بقيمة العلم، وإحساس جميل جداً ويعكس الولاء للوطن.